ريما، 100 عام مرت على توقيع معاهدة لوزان، الوثيقة التي شكلت بموجبها الحدود الجغرافية لتركيا الحديثة بعد سقوط الدولة العثمانية. وقعت المعاهدة عام 1923 بعدما خاضت تركيا حروب تحريرها بين عامي 1919 و1922. جرى توقيع المعاهدة بين ممثلي المجلس الوطني التركي الكبير من جهة، وممثلين عن دول الحلفاء حينها من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ورومانيا ويوغوسلافيا. تكونت المعاهدة من 143 بندا ومقدمة وأربعة فصول، وبموجبها أعلن مصطفى كمال أتاتورك تأسيس الجمهورية التركية الحديثة. نصت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وحماية الأقليات المسيحية فيه في مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، بالإضافة إلى تعيين حدودها خاصة مع اليونان وبلغاريا. كما تضمنت تنازل الدولة التركية عن ادعاء أي حقوق سياسية ومالية وأي حق سيادي في الشام والعراق ومصر وليبيا وقبرص، كذلك تنظيم استخدام المضائق التركية في وقت الحرب والسلم. رغم مرور 100 عام على المعاهدة، فإنها لا تزال تحظى باحترام كثيرين، بينما ينتقدها آخرون بسبب إهدارها لحقوق الأقليات وعدم إنشاء كيانات خاصة لهم. للمزيد من النقاش ينضم إلينا دكتور مراد أصلان، الباحث في مركز سيتا للدراسات من أنقرة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. لماذا تجدد الحديث عن انتهاء صلاحية المعاهدة رغم التأكيد على أنه ليس هناك بنود بشأن ذلك فيها؟ معاهدة لوزان كانت دائما مصدرا ومبعثا للجدل في المفكرين في أوروبا أو في تركيا، وهذه حقيقة. هي أول معاهدة تنص على السيادة والاستقلال للجمهورية التركية. في واقع الأمر لم تكن جمهورية آنذاك، وكذلك فقد كانت مصدر واضحا لكل نموذجا لكل الشعوب المقهورة التي تناضل من أجل الاستقلال من القوى الاستعمارية. ولكن على مدى 100 عام الماضية كان هناك نقاشات عن حول بنود مستترة وخفية سوف تنتهي في هذا اليوم، فذكرى 100، وهذا ليس صحيح. لا تزال سرية المفعول، وقد انتظمت ووضحت على أي أساس سوف تخوض تركيا مع التفاعل مع المجتمع الدولي، ولا تزال صريحة. وهذه القضية الأساسية. من أبرز استدعاء المعاهدة، من أبرز الأسباب، هو مسألة غاز المتوسط ومسألة الحدود مع العراق. كيف ينظر لها من هذا المنظور؟ الحدود مع العراق كانت نوقشت في لوزان، وحيث أن لم تكن هناك اتفاقية مع الدول الأخرى فقد تم تأخيرها. وهذه القضية تم تسويتها في عام 1924 و1926، وهذه الدولة التي تعاملت معها كانت بريطانيا في وقت ولم تكن تركيا. بالنسبة للجزر وشرقي البحر المتوسط كان هناك خلط، لأننا واجهنا الحرب العالمية، خضنا الحرب العالمية الثانية، وبعض الجزر نقلت إلى سيادة أو إلى اليونان، وهناك أيضا جزر وصخور لم يتم نقلها في واقع الأمر. واليوم هناك نقاش كبير إذا كانت الجزر أو المنطقة الاقتصادية الخاصة في حدود تركيا أم لا، ولكن يعتقد أن هذه القضية أصبحت مشكلة مع اليونان الآن وليس بين تركيا والمجتمع الدولي. في هذا الشق أيضا كان هناك بعض الانتقادات أو المراجعات من وجهة نظر الرئيس التركي لهذه الاتفاقية، وانتقاد لمن يرونها نصرا. كيف تنظر إلى التعامل الرسمي الآن مع هذه الاتفاقية؟ بكل تأكيد كل الزعماء حتى الآن ينجرفون مع العواطف والمشاعر ويريدون التعبير عن مشاعرهم، والآن هو اليوم هناك واقع واحد قد تم التوقيع عليها من الوفد التركي وتم قبولها من المجلس الوطني التركي الكبير، وحتى أنها لم يكن الأمر سعيدا بها لابد من قبولها. وأعتقد أنه حتى هناك بعض الاستياء
بشأن المواد المفروضة. كانت هي حققت الفوز لكلا الطرفين في هذا التفاوض، واليوم على الأقل لدينا أرض ذات سيادة ولا تخضع لأي نزاع من دول أخرى. ولذلك لا أعتقد أن علينا أن نتحدث عن هذا الاستياء ونطيله، لابد أن نقبل ما وقعنا عليه، والمجلس الوطني التركي هو الذي قرر ذلك. وأعتقد أنه ليس هناك شك على الإطلاق بشأن رفضها، والجميع سعيدون بذلك. بعد مرور 100 عام وحلول الموعد الذي كان يشير إليه البعض إلى أنه انتهاء صلاحيتها ولم تنتهي الصلاحية، هل سيتوقف الحديث عن ذلك؟ لا أعتقد ذلك. ليست هناك مواد مستترة وليس هناك تاريخ لانتهاء الصلاحية. من الواضح بجلاء كيف يمكن صياغة معاهدة آخر فقرة تتحدث بوضوح عن كيفية تمديدها أو إيقافه. حتى الآن كان الأمر واضحا، ونحن نعرف أنه ليست هناك دولة تقول أنا أعارض هذه المعادلة وهي صالحة إذن، وليس هناك تاريخ لانتهاء صلاحيتها، وهذا واضح من بنود الاتفاق المعاهدة ذاتها. مراد أسطان الباحث في مركز تل الدراسات في أنقرة.